كابتن خالد مصطفى اسمع ليه سنه جامد جدا، في علي لطفي في ام بي من الناس الكويسه جدا، في محمود ابو السعود، في المقاولين العرب، كلهم كويسين. والحضري في كلام ولا مش ضمن انا بس كويس ان انت اتكلمت. انا طبعا ما حدش هيحب الحضري قدي، يعني 10 سنين تدريب معايا ليل ونهار، ما حدش احب. بس اقول للاعلام ان ادعمونا وصدقونا وبدون اي مبررات وبدون اي كلام في مجاش ليه وجا ليه والحاجات دي، حضر تاريخه وبيشهد له، منال التوفيق. ومش عايز الاعلام يعمل شوشرة على دول، على الاولاد دول، عايز الاعلام يعمل مسانده ودعم لدول، دول محتاجين دعمنا، دول الوطن كمان محتاج دعمنا، الوطن محتاج ان احنا ننسى كل اي حاجه واي حاجه بره يعني تفكيرنا. واكيد يعني ان شاء الله يعني حضرة في الدماغ، اكيد اكيد انتوا يعني ثقتكم فينا كبيره وخبرتكم. ويمكن كابتن شوقي غريب في حراسه المرمى كان من بدري مصرح ان هم مترقمين، شريف مرمى، شريف اكرامي حارس الاول، الشناوي الثاني، هل هم هيرقموا حراس المرمى كده؟ كان سيف بيقول لك ان هم كانوا مترقمين في الجهاز الفني اللي فات، حراسه المرمى في رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه، هل الفكر ده موجود للكابتن احمد ناجي ان يبقى في رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه؟ الكلام ده سابق لاوانه طبعا، لكن خبرتهم موجوده. يعني شريف لعب عدد مباريات دوليه كويسه، والشناوي لعب عدد مباريات دوليه كويسه، محمد الشناوي هو اللي داخل معاهم، بدا يلعب افريقيا مع بتروجيت. والثلاثة يعني انا في اثنين اتولدوا على ايدي منهم، يعني اكرامي والشناوي. الشناوي جبته من الحمول كان عنده 12 سنة او 13 سنة، واكرامي طبعا من هو عنده 7 سنين. طبعا احمد الشناوي موهبة واضحة جدا وشيء رائع جدا جدا، حاجة كل الناس شايفاها. انا مبسوط بيهم جدا وسعيد بيهم جدا، وسابق لاوانه ان احنا نقول مين نمرة واحد ومين نمرة اثنين ومين نمرة ثلاثة، خليهم يتنافسوا بشرف. وكل واحد ما عندنا جهاز فني، مدير فني شايفهم وهنقيمهم، وان شاء الله اللي فيه مصلحه مصر هيتعمل. تصريح صغير قد كده، باب المنتخب مفتوح امام الحضري. انا يعني انا كنت مع سيف في الاستوديو وذكرت 10 اسماء والناس انتقدتني. عايز اقول له يا سيف ان احنا في المباراه الاخيره بس اللي هي في يعني اوفيشال جيم لعبنا بخمس حراس، لعبنا بشناوي اتعور، اكرامي اتعور، امير كان في المعسكر واتعور، جبنا الحضري وصبحي لعب. دول كام حارس دلوقتي؟ خمس حراس في مباراه واحده. فان انا اذكر عدد الحراس دي، انا بدي الناس كلها دوافع، وانا عارف كويس قوي شغلي وعارف كويس قوي انا بعمل ايه، وان شاء الله تبقى فتره مستقره للحراس وللاعبين. عندنا جهاز فني رائع ومدير فني على مستوى عالي جدا، والمساعد بتاعه على مستوى عالي جدا، الكابتن اسامه نبيه من الناس الرائعه والمفاجاه بالنسبه لي انا شخصيا، مفاجاه كبيره جدا. يعني لسه في مقتبل حياته في التدريب، لكن النتاج بتاعه نتاج رائع وحاجه جميله جدا، وكلنا في انسجام، والجهاز الطبي وكل الناس اللي شغاله كلها حماس، بس الدعم والمسانده. ويعني مش عايزين نرغي بقى في حاجات كتير، عايزين نبقى يعني كلنا تفاؤل كده ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. بشكرك كابتن ناجي وبالتوفيق ان شاء الله، ودايما كده نور. شكرا كابتن ناجي. كابتن سيف، ده كان لقاءنا مع كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني. يمكن الصوره مع حضرتك ده على الهواء مباشره من مشروع الهدف، تدريب منتخبنا الوطني، اللحظات الاخيره من تدريب منتخب مصر. يمكن دي التقسيمه خلاص 5 دقائق كده، وممكن نرجع لك تاني مع احد لاعبي منتخبنا الوطني ونتواصل معاك على الهواء مباشره. شكرا ليك كابتن سيف. اشكرك شكرا جزيلا المتالق دائما.